اول حاجه كده نايت اوف كابس. ترى نايت اوف كابس رومانسيه في الهواء، الحوت رومانسي وهادي وحابب احساس الرومانسيه ده، ويعني مستمتع بيه حبه. سوري ناس، حبه فيه حساسيه كده ورقيق كده، ويعني حاجه جونتي جونتي خالص. ايس اوف كابس كمان، بصوا كميه الكوبايات دي بقى، صحوه مشاعر بقى، صحوه مشاعر بتصحى كده. ممكن تكون علاقه جديده او طفل جديد، دي علاقه جديده. الحوت اللي لسه مش اللي مش مرتبط الشهر ده، بصوا انا متاكده باذن الله في حاجه، خلاص في علاقه جديده. الحوت اللي في علاقه اوريدي يعني الحمد لله، يعني كمانجات وعصافير بتطير وحاجه ما شاء الله، ما فيش احلى من كده. فور اوف وانز ده احتفال. شكل العلاقه دي يا جماعه الجديده دي اخرها احتفال وخطوبه باذن الله. الحوت اللي مرتبطين فهم يعني ممكن يكونوا برضو هيحتفلوا بحاجة أو في أجازة، طالعين أجازة. طيب تعالي تعالي يلا، استني استني، تعالي تعالي اتفضلي، باي باي. في الشمس the sun بتقول لنا إن الحوت الشهر ده عنده نجاح، عنده سعادة داخلية مش عارف سببها إيه. يعني هو ما يكونش في حاجة اتغيرت، هو ممكن ما يكونش في أي حاجة اتغيرت وهو فعلا مش حاجة اتغيرت يعني، لكن هو عنده إحساس بالسعادة، عنده احساس بالامان، وان الدنيا قدامه واضحه، مفيش عنده حاجه مستخبيه، يعني كل الامور قدامه واضحه ومبهجه كده، ومستمتع بوقته ومستمتع بحياته، يعني حاجه بجد ما شاء الله. والحوت بقى يا سلام عليه لما يستمتع. انا بنضم للكارت ده دلوقتي، الحوت متوجه نحو الدين، حابب يقرب من ربنا، حابب يعمل شويه عبادات، يعني عايز يعمل حاجة لربنا، بيطلع حاجات لله، عايز يعمل حاجة لربنا. وممكن يكون زواج. الحوت معاه مبلغ من المال ومحتار يعمل فيه ايه، اما المبلغ ده قليل وهو مش عارف يعمل بيه ايه لانه لسه ما وصلش اللي هو محتاجه فمحتار. فلو دي لو دي الكيس، استنى شوية يا حوت وجمع معلومات وشوف اولوياتك ايه. او هو عايز يجيب حاجه ومعهوش فلوسها، بيفكر هيدبرها منين. طيب كوين اوف سوردز اهي. في بقى حاجه لما بيتكلم بقى، بيبتدي يتكلم في شغل الحوت، مناحي مشاعره جانبا، ما بيهزرش في الشغل، بيتكلم بجد، بياخد قرارات مهمة وقرارات صارمة. يعني الحوت مسيطر في عمله، يعني هو دلوقتي في مرحلة الشغل لما بنيجي بقى بنتكلم في الشغل، لا هو ما بيهزرش بقى في الشغل دلوقتي، وبياخد قرارات مهمة، وزي ما انتم شايفين كده القعدة بتاعته والبادي لانجوج بتاعته عاملة ازاي. لا مسيطر مسيطر تمام. فرص جديدة يا حوت بتجيلك وانت بتحسن استغلالها. كارت اصفر منور، كارت الساحر The Magician. انت قادر يا حوت انك تحول اي شيء مش حلو لشيء جميل، اي شيء ملوش فايده لحاجه ليها فايده. انت عندك التالنت دي، وهتتميز في الموضوع ده جدا الشهر ده، وهتبتدي تبدع. الساحر معاك عصا سحريه، معاك كل حاجة، معاك الكوباية ومعاك العصا ومعاك السيف، معاك كل حاجة. خبر حلو بسم الله ما شاء الله، خبر حلو هيرفع من حالتك المعنوية جدا، وقاعد مستنيه بقالك شوية، واللي هو ايه باصص للسما كده، ويعني مفيش بعد كده، بسم الله ما شاء الله. عايز تقوم بخطوة، الدكتور تقول لي كده النهارده، عايز تعمل خطوة بس عمال تفكر التوابع بتاعتها يا ترى هيحصل ايه. الكارت ده برضو بيقول لك
جمع معلومات، جمع معلومات، يعني ما تتسرعش وجمع معلومات، بلاش إحساس الفرحة اللي عندك والثقة بالنفس اللي عندك دي تخليك تاخد خطوات متسرعة ممكن تيجي معاك بالعكس. استنى شوية. مساء الفل يا منيرة، أهلا بيكي أهلا بيكي. هلخص القراية، الحوت فيه عنده إحساس بالرومانسية ما شاء الله، ويعني لا إحساسه مرهف، هو الطبيعي بتاعه إحساسه مرهف، بس ممكن إحساسه مرهف بزيادة شوية الوقت ده. علاقة جديدة ما شاء الله، أو ممكن يكون مولود جديد للحوت. المهم إنه بسم الله ما شاء الله في الحوت قلبه فرحان من جواه فعلا فرحان. وفي احتفال كمان، ده خطوبة للناس اللي لسه اللي على وشك الخطوبة، العلاقة دي شكلها تقلب خطوبة. الناس اللي مرتبطين هيحتفلوا بحاجة أو طالعين أجازة، في شمس الصحة ما شاء الله حلوة جدا يا حوت الوقت ده، وفي نجاح وفي سعادة وفي أمان بسم الله ما شاء الله. في هنا توجه نحو الدين تقريبا، الحوت بيشكر ربنا على الحاجات الحلوة اللي عمالة تجيله دي، وعايز يعمل حاجة ويشكر ربنا، فابتدى يعمل عبادات. أنا الإحساس ده جايله بقاله فترة فعلا، ويعني عايز أعمل أي حاجة، عايز أقول ربنا شكرا بجد، بس إحنا بنقول شكرا طبعا بالحمد لله وبعبادات، فمحتاج عايز يقرب من ربنا. في هنا مبلغ مالي أنت محتار، يا إما تدبره منين يا إما تعمل بيه إيه. استنى يا حوت وشوف أولوياتك. في الشغل ما شاء الله مسيطر، بتاخد قرارات مهمة، عقلك ذهنك صاحي يقظ، ما فيش بعد كده يعني مفيش حد بيعدل عليك. ليه والله يا بيبا، يعني مش عارفة يمكن المجموعة دي مش ماشية معاكي. استني شوية. الساحر، فرص كتيرة بتجيلك يا حوت، وانت قادر تستغلها كلها وتقلب اي حاجة ضدك تقلبها لصالحك. خبر حلو كان مستنيه الحوت وان شاء الله جايله الفترة دي، هيزيده سعادة وثقة بالنفس، ويعني الدنيا مش سايعة بسم الله ما شاء الله. خطوة هو على وشك ان هو يعملها، بس عمال بيفكر ايه التوابع بتاعتها، هتأثر عليه بايه. يا حوت جمع معلومات واستنى شوية، يعني بلاش تسأل قلبك الفترة دي، لان قلبك ما شاء الله والحمد لله ويا رب دايما سعيد، فهيصور لك دايما ان الدنيا حلوة قوي. اعمل اعمل عشان انت حالتك دلوقتي كويسة. استنى، لو انت على وشك تاخد قرار مهم، يعني تأنى شوية تأنى شوية، انا مشفتش قراية بالحلاوة دي بإذن الله. يا لطيفة، ممكن التور حنين ان شاء الله، التور هنقول قريب جدا. سلمى انت اللي وحشاني جدا، وحوت زيك وموت فيكي، وقراية ما شاء الله تحفة بجد يا حبيبة قلبي، يعني شايفين الحيتان وحلاوتهم، يعني بجد قراية ربنا، يعني ربنا يبعت لكم كل حاجة شفتها بإذن الله يا رب. بشكرك يا ام خالد جدا جدا، انا حطيه واتمنى افرح ان شاء الله. لا باذن الله يا زهره جدا، ربنا يسعدك يا رب يخليكي يا مروه. صحيح تمام يا رمضان، كويس جدا، الله الله بسم الله ما شاء الله. في مجموعه اتمنى قرايه مجانيه، حاضر يا جهاد باذن الله، الادمنز هيشوفوا دلوقتي اكتر حد عمل شير وان شاء الله هنقراه. والله بشكرك جدا يا خالد، شكرا شكرا شكرا. فتعالوا نشوف الحالة العاطفية، مع اني يعني اعتقد انه الاغلبية من الحوت حالتهم كويسة، بس تعالوا نشوف برضو الحالة العاطفية عشان نبقى غطينا الحوت مظبوط. اكيد مش كل الناس في حالة الفظيعة دي. ايوة اهو اهو اهو، لا اله الا الله لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب بصوا يا حب، واضح ان القراءة دي اللي كانت العامة دي كانت للناس اللي في علاقة جديدة. خلينا نتكلم عن الناس بقى اللي في علاقة اوريدي. ماشي، العفو العفو حبيبتي، مش باين لي اسمي. الحوت عايز ايه؟ الحوت
إما خايف من شريكه، أو هو خايف من حاجة تخص شريكه، نفسه يتحرر، يعني هو نفسه يتحرر. لا هو فعلا نفسه يتحرر، هو حاسس إن هو مربوط بسلاسل، مش عارف يبعد عن الشريك مهما كان بقى الشريك كويس أو وحش، فهو مش عارف يبعد عنه. وصل إن هو حاسس إن هو أدمن شريكه ده ومش قادر يبعد عنه. بس يا حوت، أنت مش مربوط بسلاسل ولا حاجة، لو أنت شايف إن العلاقة مش تمام بالنسبة لك فأنت ممكن تبعد على فكرة عادي، السلاسل مفكوكة. أو ممكن يكون الحوت عنده حسد، كارت الشيطان. اما هي مخاوف، والحوت محتاج، حاسس ان هو عايز يتحرك وياخد خطوه، بس حاسس ان هو متكتف ومتربط، او زي ما قلنا انه ممكن يكون في حسد. شايف شريكه ازاي؟ معرفش، بيتكبر عليه، ممكن يكون بيتكبر عليه، شايف نفسه عليه. لما بيعمل الحاجه بيعملها له اللي هو ايه، خد ما تقرفنيش، عارفين هو خد خلصني من ذنبك، كأنك تشحت منه، فاهم قصدي؟ not good not good. الطاقة فيها جمود، حالة جمود، مفيش حركة، لا انت ولا شريك بتتحركوا. الشريك عايز ايه؟ الشريك اما ان هو، لو فرضنا ان الشريك رجل فهو عايز الانثى، بمعنى الانثى، ممكن يكون عايز حمل تاني، ان يجي بيبي تاني، ممكن يكون عايز حب غير مشروط يعني. بس انا اعتقد يا حوت ان انت بتلبي الحاجات دي كلها. يمكن الشريك حاسس ان هو مش مكتفي، ان اللي انت بتعمله ده بالنسبة له مش كافي. The Emperor نفسه في ايه؟ انا مش فاهمة هو ايه، نفسه يملك العالم ولا ايه؟ هو ايه الموضوع يعني؟ هو عايز قوة غير طبيعية، عايز يكون ليه عليك سيطرة وسلطة مطلقة يعني، ما فيهاش جدال. شايفك ازاي؟ شايفك مركز في حاجة قوي قوي، مهتم بحاجة جامد جدا، ومهمل لحاجة تانية مش مديها نفس الاهتمام. يمكن ده يكون الشريك، يعني انت يمكن تكون مركز في حاجة تانية حط، وهابل شريكك، راجع نفسك يعني. انا بفكر معاك بصوت عالي، يمكن يكون ده هامله ومركز في حاجة تانية. اللي بيحصل دلوقتي فيه طاقة ظلم، في حد وقع عليه ظلم. الحوت، افتكر ان الحوت اللي وقع عليه الظلم حس ان هو اتظلم، وان شريكه بيفتري عليه، او يعني بيتلكك له، في حاجة مش مظبوطة يعني. بعدين شايف حالة اعتماد على النفس، بمعنى انه طبعا انا مش هاخد، مش عايز تديني مشاعر، مش عايز منك مشاعر، خلاص شكرا. او ممكن تكون اعتماد على النفس حتى من الحالة المادية. بعدين الموضوع هيبقى متقلب يعني، طالع نازل، شوية يبقى كويس وشوية يبقى وحش. طبعا دي مجموعة من الحوت، مش بطلة خالص. شكرا يا ننوسة، ميرسي حبيبتي قوي على النصيحة الحلوة دي. بس انا شايفة برضو ان في مجموعة الحالة العاطفية عندها كويسة جدا، بس اعتقد انا ملت اكتر ان دول يكونوا علاقتهم جديدة. خلينا الخص القراية بسرعة. الحوت محتاج يتحرك، عايز يبعد، او عايز يعمل اي خطوة، هو خايف، مش عارف ياخد اي خطوة، حاسس ان هو متكتف بسلاسل. شايف شريكه ازاي؟ بيجبي عليه يعني، مش بيقول، مش بيديله الحاجة بنفس، ومش يعني عارف لو خده خلاص وخلصني. الطاقة ما بينكم فيها جمود، حالة جمود، مفيش حركة خالص، كل واحد ثابت مكانه. ده صح، زوجي بينتقدني على طول مع انه كويس جدا، بينتقدني على طول. لا لا، بقول لك ايه، بينتقدك على طول، ده العادي يعني، ده راجل مصري اصيل لازم ينتقدك، امال هيعمل ايه؟ هيسالي وقته في ايه؟ الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز شكل الانثى اللي هو زي ما بيقول الكتاب، او حب غير مشروط، او مولود جديد زي ما قلنا. نفسه يوصل لمرحله من السيطره عليك،
او التحكم فيك ما لا نهايه، يعني سيطره غير طبيعيه. شايفك ازاي؟ شايفك مركز مع حاجه على حساب حاجه تانية. الحوت حاسس بظلم واقع عليه، ابتدى يعتمد على نفسه ماديا او عاطفيا. بعدين في حاله عدم استقرار في العلاقه، شويه شويه كويسه وشويه وحشه. دي الحاله العاطفيه بتاعت المجموعه الاولى. صح جدا، كلامك صح. وانا جوزي في جمود فعلا. تمام، الحوت وحوت كده برضو، كده برضو يا هبه نفس الموضوع. يعني اكيد في واحد فيكم واقع في المنطقه دي. جدا من الجزائر يا يا انجل، بشكرك يا روح قلبي، نوراني انت واهل الجزائر بجد. انت جدا يا حبيبتي يا شيماء، ربنا يخليكي، دي عينيكي اللي حلوين يا روحي، بس مش اكتر من كده. يا فاتن ميرسي حبيبة قلبي، كلامك صحيح. بشكرك جدا. بصي انا مش عارفه اقول لك اسمه ايه، يعني هي انا عملته لنفسي في البيت، اسمها تلات، واسمه تقريبا اشقر رمادي حاجه كده. بس زي ما قلت لكم، سوري يا ولاد، هنتكلم في حاجه بخصوص الصبغات. اللون بيتاثر باللون الاساسي اللي تحت، يعني لازم يبقى اللون اللي تحت فاتح علشان تسيل الدرجه اللي انت بتجيبيها بالظبط. جهاد انا بموت فيكي، نفك الجمود ازاي؟ حلو السؤال ده يا مايا، كلمك احبك حبيبتي يا مها، بشكرك. نفك الجمود ازاي؟ نفك الجمود ازاي؟ نفرفش شوية. يعني مش عارفة اقولها لكم ازاي، يعني نفرفش شوية، يعني حاولوا تملوا الضحك يا جماعة. الضحك لما بيبقى في البيت الصراحة بيغير المود. يعني انا مقتنعة بحاجة، ان حتى الامهات ما تسعيش ان انت تكوني بيرفكت ام بيرفكت مام. ولادك نضاف، ولادك صحيين، ولادك رياضيين، ولادك شطار في المدرسه، ولادك قاعده عماله، وكل ده بضغط بقى، بتضغطي على نفسك وبتضغطي على الولاد عشان عايزاهم يبقوا بيرفكت. بيتك زي الفل، اكلك زي الفل، كل الحاجات دي زي الفل، كل حاجه ستار ستار ستارز. مش انت عامله مجهود رهيب لكن مش سعيد. فيعني بيقول لك انا مثلا عندي، انا كنت ماشيه بالسيستم ده بس الحمد لله ظبطت من نفسي. المهم يكون البيت سعيد، مش لازم يكون نظيف، مش لازم الاكل يكون مية مية، مش لازم الولاد تبقى مقطعه كتب، المهم يكونوا سعداء. فاتحكوا مع بعض وخدوا الدنيا ببساطه وانشروا البهجه كده في البيت، هتبقى الدنيا والله احلى كتير. ما ترهقيش نفسك، اقصد انك توصلي لمرحله الكمال في الزوجيه او في الامومه. اسعدي اسعدي اسرتك، بس دي هتكون احلى احلى بكتير، وفي ليها ذكريات كمان لما بيكبروا ذكرياتها احلى بكتير. تعالي نشوف بقى المجموعه الثانيه. اهلا بيك يا محمد، منورنا. انا بفرح جدا يا حياتي يا حياتي. انا بجد في حد بيفرح انه شبهي؟ يعني ده حلم يا ماما، انت بتحكي عن حلم. تمام يا ملوس، مش هليك، بس في ظلم بيقع عليا، احنا الاتنين من بره هو جادي. طيب من بره تكاتفوا بقى، حاجه من بره هو اللي بيزعلك ولا حاجه، ربنا يهنيكوا ببعض حبيبي، تكاتفوا ووقفوا جنب بعض، ان شاء الله تعدوا الموضوع ده. دي كل كلام صح، خصوصا انا السحر والحسد والمال كل حاجه وانت عارفه. بشكرك يا ام ميدو قوي قوي. طيب يلا ناخد بقى المجموعه الثانيه. انا منطبق عليا الاولى على فكره، انا الاولى منطبق عليا جدا. المجموعه الثانيه بتبتدي من 1 لحد 10 مارس. لا لا لا، معقول معقول؟ لا ما صدقش. لا والله، لا 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 لا. اوكي
لا الحوت يا جماعة، بصوا عمليا وفي الحياة يعني، لا بيرفكت بيرفكت، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي المجموعة الأولى برضو، فرص الحوت بيحول زي ما بيقول الرمل لذهب، يعني حاجة ما حصلتش. عنده كمان طاقة من الثقة بالنفس أنا مش حاجة معرفش أعملها. بصوا الكلمة دي، ما فيش حاجة معرفش أعملها، إيد في الأرض وإيد في السماء، معايا كل حاجة، معايا كوبايات يعني، معايا العقل، معايا العاطفة، معايا كل الإمكانيات اللي أنا محتاجها، وهعرف أستخدمها وأوظفها كويس، وهعرف أستغل كل الفرص اللي بتجيلي لصالحي ما شاء الله. خبر حلو برضو، خبر حلو للحوت، كان برضو مستنيه حاجة حلوة، كان مستنيها. في هنا عمل جديد للحوت، الناس اللي ما بتشتغلش، في عمل جديد، الناس اللي بتشتغل ممكن يكون عندها زي تدريب، او هيغيروا يروحوا من ديبارتمنت لديبارتمنت تانية. وشكلها كده فيها ترقية، والله شكلها فيها ترقية. في هنا علو شأن للحوت، بيعلى درجة، الناس بتهنيه، في حالة فخر وسعادة.